مالي. شكرا الموقع جورنال أصوات على الاستضافة، باعتباري على كل حال هذا هو المعيار أعتقد اللي خلاكم تستضيفوني. أنني محامي لهيئة ناظور مقيم بالحسيمة، عضو هيئة الدفاع المعتقل جواد أمغار، اللي في علمكم من طبيعة الحال أن المعتقل جواد أمغار تعتقل نهار 13/1/2021 بمدينة إمزورن. الاعتقال ديالو جاء بعد ما لاحظت الشرطة ديال إمزورن على أنه السيد ما عندوش كمامة، ولكن بعد إلقاء القبض عليه فاش قلبوا في الملف ديالو لقوه بأنه السيد مبحوث عليه. ثم بعد إنجاز المحضر ديال المخالفة ديال قانون الطوارئ 292/2022 كيتعلق بكوفيد 19 أرجع إلى درك إم ربطن، حيث المقر السكن ديالو دوار أي تعزيز جماعة إم ربطن قيادة إم ربطن إقليم الحسيمة. بعد إنجاز المحضر ديال ضابطة درك إم ربطن والاستماع إليه تحال من جديد على شرطة الحسيمة لأجل الاستماع إليه باش مجموعة من التدوينات. المحور اللي إدار عليه البحث لدى درك إم ربطن هو التدوينات التي كان ينشرها في موقعه بفيسبوك جواد أمغار، أمغار جواد. كل حال بالنسبة لي هو كين فيه على أنه يكون عنده جوج ديال المواقع، يقول على أنه عنده غير موقع واحد اللي هو أمغار جواد، جواد أمغار كيقول بأنه ماشي ديالو. بعد ما تحال على الشرطة، على الضابطة القضائية شرطة الحسيمة، واجهه بمجموعة من التدوينات كما قلت اللي كان كينشرها على الموقع الاجتماعي ديالو في الفيسبوك. المهم أقر، هو اعترف على أنه هاد التدوينات هذه كلها إما أنه ديالو وإما أنه نشرها على أساس أنه توصل بها في الموقع الاجتماعي ديالو من أصحابه إلى آخره. هاد التدوينات اللي هي كثيرة في الملف على أساسها تحال على وكيل الملك، تقدم فاش قدموه تابعته النيابة العامة بمجموعة من التهم اللي هي إهانة رجال القوى العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية، والتحريض على العصيان، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، والتجمهر غير مسلح بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتحريض على ارتكاب جنايات وجناح وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية، وعدم احترام التباعد الاجتماعي،
المنصوص عليها في الفصول 265 263 267 299 واحد و 300 و 288 من القانون الجنائي، والفصول 14 17 21 من ظاهر الحرية العامة، والمواد 3 و 4 من مرسوم 292 20 جوج من مجموعة القانون الجنائي. ولحال من بعد ما أحيل أو تم الإيداع ديالو في السجن وتوبع في حالة اعتقال، رجل الملف ديالو بجلسات، ثلاثة ديال الجلسات. الجلسة الأولى كانت نهار 14/1/2021، الجلسة الثانية لأنه تأخر الملف لإعداد الدفاع 21/1/2021. ومن بعد ما طافوا الزملاء السادة المحامون سجلوا راسهم في لائحة الدفاع، طلبوا أيضا بإعداد الدفاع، فتأخر الملف لمدة 15 يوم، وهذا كان بطلب الدفاع من أجل فسح المجال أمامه للاتصال والمخابرة مع السي جواد أمغار، المعتقل جواد أمغار بالسجن المحلي. وفعلا تمت المخابرة معه قبل نهار 3/2/2021. نهار 4/2/2021 تجهز الملف، استنطق المتهم، أكد فعلا على أنه بالنسبة لي هو كل تدوينات المرفقة والمستخرجة من الموقع دياله في الفيسبوك هي له، وبعضها تم فقط نشره و بارتاجه، يعني بارتاجه ماشي ديالو هو. طيب، تمت المناقشه ديال الملف، جاوب على مجموعه على كل التهم المنسوبه اليه، وهي تهم ماشي سهله، التهم اللي هي خطيره جدا. تمت المرافعه ديال المحامون، بعد ما تحجز الملف للتامل اخر الجلسه، صدر الحكم الذي قضى بعدم مؤاخذته من اجل التحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العموميه، والمساهمه في تنظيم مظاهره غير مصرح بها، وعرقلت حريه العمل، وعرقلت حريه العمل، وبمؤاخذته من اجل الباقي، مع عقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامه نافذه قدرها 5000 درهم ومصادره الهاتفين. هذا هو الحكم اللي كان البارح 4/2. هاد الصباح تم الطعن فيه بالاستئناف لا من طرف النيابة العامة ولا من طرف الدفاع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.